هل تتفق ام تختلف ان محمد صلاح هو افضل من افضل افريقي لعب في الدوري الانجليزي؟ نعم نعم، ليس فقط اللاعب الأفريقي الأفضل الذي لعب في الدوري الإنجليزي، لكن محمد صلاح تصنيفه أعلى ويخرج عن أيضا إطار إفريقيا بشكل عام. رغم أن أنت عشرت واحد من أعظم اللعيبة الأفارقة أيضا في تشيلسي، ديدي دروجبا كان لاعب عظيم أيضا. أدوارهم مختلفة. ديدييه دروغبا هو مهاجم مختلف عن صلاح نوعا ما، لكن أظن أنه لم يحرز ولم يتفوق على النجاح الذي وصل إليه محمد صلاح. لا نقول أنه لاعب ضعيف أو ما شابه، ديدييه دروغبا لاعب كبير أيضا، لكن إذا قارنا وإذا عقدنا المقارنة ما بين دروغبا وما بين محمد صلاح، له كما قلنا محمد صلاح له عقلية مختلفة. محمد صلاح يلعب بعقله قبل أن يلعب بقدميه، وأنا دائما أصوب التركيز على محمد صلاح، تكتيكاته، تحركاته، عقليته كالصقر في الملاعب.